الذي تنعم به أقاليمنا الجنوبية. وبمواجهة على ذلك تنفض الأرضية الساحقة من المجتمع الدولي لانسياب وراء نزوعات الأطراف الأخرى. فقد بلغ عدد الدول التي لا تعترف بالكيان الوهمي 163 دولة، أي 85% من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. كما قلنا في بعض الجرائد من قبل، اليوم الخطاب ديال جلالة الملك كما عودنا في الذكرى ديالو 45 ديال الصحراء، اليوم المغرب بخطى ثابته ان شاء الله، واليوم كان الخطاب بالارقام كيفاش حنا رابحين ان شاء الله المعركه لا في الامم المتحده وعلى صعيد الاقاليم الصحراويه. واليوم كما تنشوفوا مجموعه من الدول الافريقيه والعربيه اللي تتفتح القنصليات ديالها فرنسا، وكاين المزيد ان شاء الله في المستقبل، والمغرب بخطوط ثابته في النجاح ديالو غادي ان شاء الله. وشكرا. الخطاب كان صريح من جلاله الملك بمناسبه ذكرى المسيره الخضراء ديال 45، وكما كتعرف المغرب الحمد لله ديما يده ممدوده الى اشقائنا الموريتانيين واشقائنا الجزائريين والى جارتنا اسبانيا. وكان خطاب صريح يعني كما يده ممدودة إلى جميع الشركاء ديالو إلى الجارين ولا كل شيء. الخطاب الملكي أنا بالنسبة لي كان الموضوع كان متوقع، لا مني لا من الشعب المغربي، لأنه تصادفنا بعيد المسيرة الخضراء، وكان الموضوع كيتجلى على الصحراء المغربية واللي غتبقى مغربية ديما رغم التحديات ورغم المناوشات من الميليشيات البوليزاريو او من تدعمها الجزائر الام. بما يخص الصحراء، كان الخطاب ديال الملك نصره الله كان خطاب باين وواضح وموجه ديريكت كما كنقولوا باللغه ديالنا، كان موجه نيشان الميليشيات ديال البوليزاريو. وحنا كشعب مغربي منين خلقينا وحنا كنعرفوا باللي الصحراء مغربيه، وما كاينش شي واحد اللي غادي يقولنا واللي غادي يشككنا في مغربيه الصحراء.